هلا رح نروح لموضوع كتير بهم الجمال والتجميل أكيد، ومو بس يعني البنات، صار كمان الشباب أكيد يعني. أكيد بالموضوع اللي رح نحكي سلمى صارت منتشرة بشكل كتير كبير بالفترة الأخيرة، وأكيد الناس ما حتستغرب لما نقول بوتوكس أو حتى فيلر شو استخداماتهم. البعض ممكن يجهل الفرق بيناتهم أو حتى إمتى نلجأ للبوتوكس أو حتى إمتى نلجأ للفيلر. صحيح فرح، ويمكن هذا الموضوع صار هلا يمكن في ناس صارت خبره اكثر من البعض من كثر ما خليني اقول استخدموا هي التقنيات بحياتهم، وهي لها ايجابيات ولها سلبيات. اكيد سلمى رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الدكتور في طب الاسنان دكتوره رغد ناصر. صباح الخير دكتوره. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. يعني قبل ما نبلش قلت لك طب اسنان وتجميل، شلون ضابطين مع بعض؟ خلينا نبلش اول سؤال فضل. يعني مشان الناس ما تستغرب عم نعرف انه طبيبه اسنان وبدنا نحكي عن التجميل والفيلر. اول شيء سؤال كثير حلو لانه كثير ناس بتستغرب مثل ما انت حضرتك عم تقولي. طب الاسنان والتجميل خصوصي بالفيلر والبوتوكس لانه احنا مختصين اكثر شيء بالوجه والفكين، تمام؟ صحيح. ففعليا نحن عندنا مقررات خاصه، يعني فعليا اذا انت بدك تطلعي علينا كاطباء اسنان دراسات العامه كل شيء اخر دراسات اثبتت انه اطباء الاسنان هن الاجدر حقيقه لانه هن يعملوا حقن الفيلر والبوتوكس بالوجه لانه هن اكثر شيء يمكن بيعملوا شيء على تماماً. الوجه تماما، لانه نحن فعليا بناخذ مقررات كامله بالجامعه بتخص شو موضوع الراس والعنق، تشريح كامل للعضلات والاعصاب بالوجه والفكين. تمام، فهيدا الموضوع نحن الاجدر فيك تقولي، يعني هيك الدراسات اخر دراسات قالت احسن ما نشوف اخصائيين اللي عم نشوفهم بالمراكز ما بنعرف شو معاهم اصلا يعني. تماما، ففيك تقولي انه نحن بنكمل هيدا الشيء لانه خصوصي كمان انه نحن عندنا خبره اكثر بالتعامل مع الابر، ابر الحقن تخدير والى اخره. تماما، هي الابر اللي بتوجع. فهي تماما، فهي هي المفارقه، يعني فعليا نحن ممكن ما بنقرب على باقي جسم، تمام؟ فاكثر شيء ممكن بنركز على منطقه الوجه. دكتوره خلينا نعرف الفرق بين البوتوكس والفيلر وكل شيء، يمكن شو استخدامه بالوجه. الفرق بين البوتوكس والفيلر كثير ناس بتخبط بيناتهم صراحه، يعني كثير ناس بتخبط بيناتهم، بتفكر الفيلر بوتوكس والبوتوكس فيلر والى اخره. هي بتجي لعندك المريضه بتقول لك انه دكتوره اعملي لي بوتوكس مثلا بالشفه. غلط. الفكره بين الفرق بين البوتوكس والفيلر، اول شيء البوتوكس خلينا نحكي عنه شوي. البوتوكس هو عباره عن ماده مستخلصه من سم، يعني هو عباره عن ماده سامه بدايه. نعم. تمام، عشان ما حدا ينصدم، يعني هو بدايه ماده سامه مستخلصه من نوع من انواع الجراثيم، تمام، البكتيريا. هي الماده يعني شو بدي اقول لك، هي عباره عن ماده بتعمل تسمم غذائي، تمام. لكن اكتشفوا انه هيدا الماده نحن اذا صلحناها وزبطناها وعملنا عليها دراسات ممكن انه تعمل شيء بالعكس علاجي. نعم. تمام، فهيدا الماده هي المسؤوله فيك تقولي عن شل مرحله من المراحل بشكل بسيط، شل العضله او شل الاعصاب اللي احنا بنحقنها، تمام، لحتى تمنع التجاعيد. نعم. عرفتوا كيف؟ اما بالنسبه للفيلر فهو ماده مختلفه تماما، هو ماده عباره عن ماده مالئه بتعمل فوليوم. نعم. تمام، انتبهتوا للفرق؟ في فرق كثير واسع، ما بعرف ليش كثير بخربطوا بيناتهم، البوتوكس شيء والفيلر شيء ثاني. طيب دكتوره خلينا كمان نحكي، بما انه حكينا على الفرق بين الفيلر والبوتوكس، في كثير ناس بيكون مشكلتهم اللي هي انه عندهم خطوط كثير دقيقه، في ناس بنسمع طبيعه البشره انه هاد طبيعه بشرته كثير بيطلع له خطوط من هو وعمره صغير، يعني مو شرط، فبلش العالم تسال ايمت الاصح، مزبوط انه انا لما ببلش على صغر احسن من ما اعمل بوتوكس على كبر، اما الفيلر بيقولوا بالعكس انه اذا بلشت رح على كبر رح يصير يزيد ويمكن الشكل يتشوه، خلينا نصحح المفاهيم. هلا فعليا فيك تقولي انه المفاهيم تبع انه اي شيء بعمر صغير غلط صراحه، اي تداخل على بشرتك او على جسمك من انت وطفله او انه مو طفله، يعني عم يعملوا ب 18 وال 20 صاروا 18 واصغر طفله. فوق 18 يعني تعتبري اسا صغيره. لا انا ما بنصحي فيه، انا ما بنصح. هلا لك اذا بدك تجي نحن علميا وطبيا المفروض انه السيده او الشاب، بما انه هلا حتى الشاب صار يدخل بهيدا الجو تماما، ما بنصح، يعني فعليا نحن اطباء ما بننصح قبل 30 سنه.
قبل 30 قبل 30، لكن في حالات معينه خاصه مثلا بتقول لك انه لا، في بعض مثلا الصبايا او الشباب تلاقي عندهم شيء كثير ظاهر، عن جد شيء مثلا مو ظابط، عن جد هن لازم تماما، فهدول نحن ممكن انه نعمل تجاوز. دكتورة حكيت فكرة سلمى كتير مهمة وكتير في أسئلة حواليها، أنه نحن إذا عملنا بوتوكس ممكن مع الأيام تزيد هي التجاعيد، هي الفكرة صح أو لا؟ رح أقلك موضوع البوتوكس والتجاعيد وزيادتها، الفكرة أنه نحن كل شيء زايد عن حده بيقلب ضده، صح؟ هاي هي الفكرة، بس أنه نحن لازم يعني ما نكرر العملية نحقن البوتوكس ورا بعض ورا بعض ورا بعض فوراً. شو الفترة الزمنية؟ لازم نريح بشرتنا شوي. ليش؟ لأنه مثل ما قلت لك بالبداية، البوتوكس هو عبارة عن عملية شل العضلة، شل يعني أنت عضلات الوجه التعبيرية أنت عم تشليها، ففعلياً أنت إذا ضليتي تشليها مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة بتضمر، بتصغر، ما عاد بقى في مجال، يعني أنت قد ما شل هي لحالها رح تضمر بالأخير، عرفتي كيف؟ حيبين عندك بقى التجاعيد أكثر وما بقى يصير يأثر البوتوكس. فأنت شو تعملي مثلاً فترة، تمام؟ بتقطعي فترة بترجعي تعملي فترة. قد ايه لازم نقطع الفترة؟ يعني مثلا ونفترض انه في ناس مثلا كل 4 شهور عم تعمل، كل 6 شهور عم تعمل، انت مثلا 6 شهور قطعي، ريحي بشرتك، ريحي عضلاتك شوي، ترتاح، تريح شوي، وبعدين اذا بتحبي، عرفتي كيف؟ بس مو كله ورا بعضه، مو كله بشكل سريع، ومو بفترات زمنية قريبة. هي اكثر شيء يعني. طيب كمان دكتوره خلينا نسال شوي عن الفيلر، كثير بنعرف هلا مثلا في ناس بيعانوا من النحافه، في ناس بيعملوا عمليات جراحيه اول شيء بيتضرر فيهم الوجه، بيصير في عندهم نحافه، في ناس الزعل بياثر عليهم فبيقولوا لهم اعملوا فيلر بيعطي شويه ملاءه للوجه او للشفايف او لمناطق معينه، وبنسمع مثلا انه هي الفنانه عملت فيلر بعد فتره مدري شو صار بوشها، هي المنطقه صار عمرها بين 70 سنه وهي عمرها مثلا لساتها 35 سنة. صح. نحكي كمان عن هذا الموضوع. الفيلر فعليا هو اجراء امن، يعني ما تفكروا انه موضوع الفيلر هي الماده بحد ذاتها سيئه، لا بالعكس، يعني هي بريئه من اي شيء سام، من اي من الاشاعات اللي عم تطلع عليها. ايوه تماما، هي بريئه من هدول القصص، حتى اثبتت اخر الدراسات انه الفيلر والبوتوكس بريئين تماما من اي مرض سرطاني، يعني قالوا بعدين بعد فتره الامراض هيدا ممكن تسبب سرطانات، ممكن تعمل، ممكن لا لا لا، اثبتت دراسات اخر دراسات عمل يعني انعملت حتى عندنا بجامعه دمشق، تم تأكيد هذا الموضوع آخر فترة أنه الفيلر والبوتوكس آمنين، تمام؟ بالنسبة لموضوع غير مسرطنين، لكن الفكرة بأنه الأعراض الجانبية مثل ما حضرتك قلتي أنه الأعراض الجانبية هي اللي بتعمل هيدا المشاكل، زيادة الفيلر مثلا، زيادة حقن، عرفتي كيف؟ أو حقن بطريقة خاطئة، أو أنه هي المريضة نفسها أوقات ما بتكون منتبهة حالها، يعني ما بتتبع الإرشادات مع بعض الحقن، عرفتي كيف؟ هيدا كلها بتسبب هاي الأعراض اللي انت حضرتك حكيت فيها. دكتورة كتير بنسمع انه في طريقة حقن خاطئة سببت مشاكل في مع بعض، بنسمع يمكن من اللي حوالينا الإبرة اجرت على العصب مثلا، هاي من الكلمات اللي بنسمع، شو مدى صحة هذا الشيء؟ وهل فعلا في طرق حقن صحيحة أكثر من غيرها؟ وليش أوقات سلمى بنلاقي البوتوكس كتير ظاهر ومثل ما بنقول كتير فيك، يعني ما بنتقبله، أوقات بنلاقي البوتوكس هو كتير لطيف وبيحسن من شكل الوجه؟ رح أقول لك، هي الفكرة يلي هي الفكرة صراحة صحيحة، يعني هي 100% صحيحة، أكيد في عندك شيء اسمه أخطاء بالحقن، عرفتي كيف؟ لهيك دائما نحن بننصح انه روحوا على ايد خبيره، رجاء لكل المريضات لكل المرضى روحوا عند ايد خبيره، هذا الشيء افضل لكم، عرفتي كيف؟ لانه طريقه الحقن الخاطئه تعمل كثير مشاكل، مثل كثير مثل ما انت قلتي، ممكن تضرب عصب، ممكن يتم مثلا اذا كان فيلر ممكن يتم الحقن ضمن الوريد ضمن الشريان مثلا، يصير في عنده انتباج ورم، عرفتي كيف؟ لأن هي مادة مالئة، يعني مادة سادة، يعني أنت هون سديتي الشريان أو سديتي الوريد، مضاعفاتها كتير معناته دكتورة، فعلياً أنت صار في عندك تموت بهي المنطقة، ما عاد في تروية دموية لهي المنطقة، عرفتي كيف؟ هاي هي الفكرة بس. فإذا روحوا على الإيد الخبيرة، تأكدوا أنه هذا الطبيب اللي عم يحقن لكم إيده خبيرة، عارفان حاله شو عم يشتغل، لا تروحوا عند مراكز اختصاصيين غير أطباء للمرة ألف، طبيب حصرا، لازم يكون طبيب، ان شاء الله طبيب شو ما كان، عرفتي كيف؟ بس مو طبيب، لا هو اكيد في اختصاصات معينه، مثلا اطباء جلديه، اطباء تجميل، اطباء الاسنان، هن اكثر الناس اللي بيشتغلوا شكل البوتوكس. دكتوره مثل ما سالتك ليش بيختلف من شخص لثاني، هل هو له علاقه بنوعيه البوتوكس او كميه البوتوكس او طبعا البشره، شو اللي بيفرق؟ طبعا يعني بتفرق مثلا البوتوكس انه انت في عندك، انت حكيتي لي على موضوع مثلا فيك او شيء، هون بيكون في حقن زائد،
عرفتي؟ يعني في وحدات زائده تمحقنا بالجبين مثلا، عرفتي كيف؟ هي كمان بتلعب دور، لهيك عم اقول لك انا الايد الخبيره هي هي. طيب دكتوره كمان بنسمع كثير انه في ناس يعني او اطباء بيعتمدوا مرحلتين او ثلاثه بالحقن، يعني بيحقن بشكل بسيط بيقول لك بعد 20 يوم مثلا رتوش، بعد ال 20 يوم برجع بعمل رتوش مره ثانيه لحتى اتاكد اذا في شيء، وفي ناس من اول مره بتقول لك خلاص وانت ما اخذ وشك او انت ما بيمشي. هي الجمله بنسمعها انه مو كل الوجوه بتاخذ نفس الشيء، صح هذا الحكي؟ صح، في فرق كتير. كل جسم تقبله، يعني المريض نفسه تقبله لمادة الفلر. في مرضى مثلا ما بتتقبل مادة الفلر، في مرضى عنده حساسية لمادة الفلر، عرفتي كيف؟ في مرضى مثلا عندهم حساسية على البيض، على البيض فلأنه بيدخل بتركيبه الألبومين، فممكن إنه يكون في كمان بالفلر مادة الألبومين أو مشتقاته، ففعلياً أنت هون عملتي حساسية للمريض. لهيك كتير مهم إنه المريض ينتبه على حاله، ينبه طبيبه إنه أنا عندي كذا 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 كذا، حساسية لكذا حساسية لكذا، بيمشي حال الفيلر معي، بيمشي حال البوتوكس معي. هاي الفكرة كتير مهمة مشان ما يصير عندهم حساسية، مشان ما يصير عندهم أعراض، عرفتي؟ ف بشكل عام بشكل عام نرجع لقصة الإيد الخبيرة كمان طبعاً. إنه الواحد يعرف فيها طبعا. دكتورة ليه بنشوف اوقات صبايا ان كان بيعملوا بوتوكس بضل ليتمنى شهور، اذا بدنا نقول هي فتره كثير طويله، بعض الصبايا يمكن 4 شهور بجددوا عمليه الحقن، ليش هي المفارقه؟ في اختلاف بنوعيه البوتوكس دكتورة او هي وحده موجوده عند الاطباء اليوم؟ لا، هو في يعني هن سببين. اول شيء مثل ما قلت قبل شوي، تقبل المريض للماده، وثاني شغله هي الماده نفسها. اكيد في انواع للبوتوكس، في انواع للفيلر. متوفره كلها عندنا؟ لا لا للاسف، في عندك انت انواع، في عندك درجات، في عندك الف قصه، عرفتي؟ في عندك مثلا السويسري، الالماني، الكوري، عرفتي كيف؟ طبعا بيختلف بالسعر كمان حسب المريض وقدرته، عرفتي؟ هيدا كله بيفرق معاكي، ففي وحسب تقبل المريض نفسه مثل ما قلت لك، لانه في وجوه بتاخذ، في وجوه ما بتاخذ، في وجوه من اول مره بتاخذ، في وجوه بدك اكثر من مره رتوش مثل ما قالت. صحيح. طيب دكتوره كمان بنسمع عن انه شخص عمل فيلر بعد فتره ما عجبه شكله بعد ما الحقن، حاول انه هو بده يسحب هي الماده، وبيقولوا انه بيصير مشاكل وهالقصص، هل هذا الشيء مزبوط؟ في سحب، في عندك ماده حاله لهيدي الماده، هو حمض الهيلورونيك اساسا، ففي عندك ماده انت بتحل بتخفف او بتشيل هيدا الماده، بتحل يعني مثل بيقولوا بيزيد استقلابها بالجسم. عرفتي كيف؟ لانه هي بعد فتره كيف بيصير فيها بيتم استقلابها للماده، عرفتي؟ فلذلك هذا الموضوع بالذات لازم يكون كثير مهم انه الواحد يركز عليه، انه ما يصير في خطا مشان اساسا ما يصير في شو ما يصير في اعاده تماماً. سحبه الى اخره. تمام. أكيد دكتورة بنهاية حديثنا شكرك على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، مع تركيزك الكبير على الإيد الخبيرة يلي نحن كمان أكيد بنأكد على هذا الموضوع مشان ما نشوف هاي الأخطاء الكارثية يلي للأسف عم نشوفها، وعم نشوف صور على مواقع التواصل الاجتماعي محزنة كتير. كل الشكر لك دكتورة. سهلة. شكرا لك دكتورة ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها.